السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنخصوه المعادلات المثلثية الجذع المشترك علوم. دونك كما كتعرفوا كاملين فدائما كيخلعكم الدرس ديال الحساب المثلثي واللي هو كله هنا، دونك كله في الدائرة المثلثية في كيدور. دونك درنا في الفيديو السابق كيفاش كنجبدوا دوك النسب ديال كوس بي زائد اكس وكوس بي ناقص الفا ولا كوس بي ناقص اكس، وكيفاش كنجبدوهم. درنا داك الجدول كيفاش كنجبدو داك الجدول، وهذوك باش كنبقاو نخدمو. يعني حتى في حل المعادلات المثلثيه كلشي داكشي كيدور غير في هاد الدائره هادي. دونك مثلا الا بغينا نحلو واحد المعادله اللي على شكل كوس اكس يساوي ا، دونك هنا كوس اكس يساوي ا. اشنو قلنا؟ قلنا بان هاد النقطه ام مثلا، يعني هاد النقطه ام ناخذها فيما بغيت في الدائره، اوفصول ديالها هو كوس اكس والارتوب ديالها هو سينيس اكس. دونك كما كنعرفوا بان هاد النقطه ام هادي اذا بينا بان الكوس ديالها الاوفصول ديالها هو كوس اكس والارتوب ديالها هو سينيس اكس. والحاجه الاخرى اللي خصنا نعرفوها هاد الدائره هادي فين دايزه في هاد المعلم المتعامد. دونك كنعرفوا بلي الدائره المثلثيه الشعاع ديالها هو واحد. دونك فين دايزه هاد الدائره؟ دايزه في هاد النقطه هادي وهادي وهادي وهادي. شحال كتساوي هادي؟ واحد. هنا واحد، هنا واحد في محور الاراتيب، هنا ناقص واحد لان كل شيء هادشي كيساوي واحد، وهنا في محور الاراتيب ناقص واحد. اش كيعني هذا؟ كيعني ان اي نقطه خديتها في الدائره، اي مكان خديت فيه ام، دائما الافصول ديالها فين كيكون؟ كيكون غير هنا، من هنا حتى لهنا. اش كيعني هذا؟ دونك هي هو ان الكوس اكس محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني كوس اي زاويه محصور بين ناقص واحد وواحد. دونك هادي الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفو، كوس اكس محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني اكس كما كان في ار، ولكن الكوس ديال اي زاويه خديتيه راه ما تلقاش كبر من واحد ولا صغر من ناقص واحد. يعني ما تلقاش مثلا الكوس ديال واحد النقطه تلقى الكوس ديالها هنا، لا كيدور غير هنا. اي نقطه اي بلاصه خديتي فيه ام كدير لها الاسقاط على محور الافاصيل غتجي لك غير من هنا لهنا، شي بلاصه هنا، يعني كوس اكس محصور بين ناقص واحد وواحد. اش كيعني هذا؟ ان في حل معادلات مثلثيه خصني نرد البال. الا مثلا قال لي حل معادله مثلا كوس اكس يساوي 5، شنو في نظركم الحل هنا؟ المعادلة ليس لها حل لأن الكوس إكس لا يمكن أنه يفوت واحد ولا ينزل على ناقص واحد. يعني هنا المعادلة ليس لها حل. يعني باش يكون حل المعادلة خص هاد القيمة اللي غادي تكون عندي هنا، هاد أ، هذا يعني أ يكون ينتمي إلى المجال ناقص واحد واحد، وهذا الشرط الأول. يعني أي قيمة لأ خارج هذا المجال هذا يعني ان المعادله ليس لها حل. مثلا الى خدينا كوس اكس يساوي 1 على 2، بغينا نحلوا هذه المعادله هذه، يعني حل المعادله هو المعنى ديالها كيبقى دائما هو المعنى ديالها هو ايجاد قيمه العدد الحقيقي اكس. يعني شنو هي الزاويه اللي الكوس ديالها كيساوي 1 على 2؟ الى مشينا للدائره، الى جينا للدائره هنايا فين كاين 1 على 2، ها صفر، ها واحد. دونك 1 على 2 غيكون هنايا. اشنو هما النقاط اللي في الدائره غندير لهم الاسقاط على محور الافاصيل وغيجيوني في 1 على 2؟ غيكون الافصول ديالهم هو 1 على 2. دونك كاينه هاد النقطه هادي وكاينه هادي، دونك بجوجهم كيعطيوني 1 على 2. هي شنو هي هادي؟ الكوس ديالاش. غنمشيو ونرجعو للجدول، الكوس ديالاش اللي كيساوي 1 على 2. يعني شكون هادي؟ اش من زاويه هادي؟ الكوس ديال 1 على 2 الكوسينوس 1 على 2. دونك الكوس ديال بي على 3، دونك 1 على 2 هي كوس بي على 3. يعني انا كوس اكس يساوي كوس بي على 3، دونك بي على 3 وهنا في الاتجاه السالب. دونك الى مشينا هنا غتعطينا بي على 3، الى مشينا هنا غتعطينا ناقص بي على 3. دونك اللي كيعطيوني 1 على 2 كوس بي على 3 وكوس ناقص بي على 3. يعني ان حلول المعادله شنو هما؟ هما اكس يساوي بي على 3 وناقص اكس يساوي او اكس يساوي ناقص بي على 3.
ولكن بلاتي هنايا هاد النقطة قلنا هي هادي، قلنا هنا ان بي على 3، يعني كوس بي على 3 كيساوي 1 على 2. افترضوا معايا درنا دورة كاملة زدنا جوج بي، فين كنرجعو؟ كنرجعو لنفس النقطة، نقصنا جوج بي كنرجعو لنفس النقطة، زدنا 4 بي ها جوج بي، عاودت جوج بي، باش ما كنزيد جوج بي فين كنرجع؟ كنرجع لنفس النقطة. نفس الشيء هنا، ناقص بي على 3 باش ما كنزيد ليها دو بي كنرجع لنفس النقطة. يعني واش غير جوج الحلول اللي عندي؟ لا، عندي بزاف ديال الحلول. دونك شنو غادي ندير؟ بي على 3 زائد ماشي جوج بي، جوج كا بي، بحيث كا عدد صحيح. ونفس الشيء هنا، ناقص بي على 3 زائد جوج كا بي. دونك بصفة عامة هنا عندي كوس اكس يساوي ا، و ا كان في المجال ناقص واحد واحد، يعني كاين واحد عدد حقيقي الفا، بحيث كوس الفا يساوي ا، بحال كيما درنا هنايا. دونك انا بغا نهضرو على الصفة العامة، كوس الفا يساوي ا، بحال هنايا كوس بي على 3 كيساوي 1 على 2، يعني باش ما تغير ا كيتغير هذا، تغير هاد الزاوية هادي. دونك بصفة عامة قلنا إلا عندنا كوس اكس يساوي ا، بحيث ا كاين في داك المجال اللي قلنا ناقص واحد واحد، يعني كاين واحد العدد حقيقي الفا، بحيث ا هي كوس الفا، يعني كوس الفا يساوي كوس اكس. اش كيعني هذا؟ ان حلول المعادله هما، ممكن نديرو اس يساوي الفا، دونك كيما درنا بي على 3 زائد جوج كا بي، بحيث كينتمي الى الزد، اتحاد ناقص الفا زائد جوج كا بي، بحيث دائما كينتمي كا ينتمي الى الزد، اللي هي مجموعه الاعداد الصحيحه النسبيه. دونك هذو هما حلول المعادله في اغ. دابا الا بغينا حلول المعادله السينوس، ممكن الكوس، قلنا الكوس حيت الكوس كنديرو الاسقاط على محور الافاصيل، كيعطينا الفا زائد جوج كابي، ولا ناقص الفا زائد جوج كابي. ولكن الا مثلا خدينا نفس المثال، ناخدو كوس سينوس اكس يساوي واحد على جوج، دونك نفس الشيء بالنسبه للسينوس كنديرو الاسقاط على محور الاراتب. دونك الاورتوب ديال النقطه اللي غناخدو هنا كيكون هو السينوس ديال اكس. هاد السينوس هذا فين غيجي؟ اي نقطه خديتها هنايا في الدائره درت ليها الاسقاط على محور الاراتب غتجيني غير من هنا لهنا. اشنو عندي هنا؟ هو واحد وهنا ناقص واحد، يعني ان تش سينوس اكس محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني اي عدد خارج هذا المجال كيتعوض في ا، يعني ان المعادله ليس لها حل. دونك خص هاد ا بعدا كنشوفو واش محصور بين ناقص واحد وواحد، عاد كنشوف ديك الساعه الحلول. وغناخدو نفس المثال، كوس سينوس اكس يساوي واحد على جوج، دونك هنايا غنشوف واحد على جوج في محور الاراتب. دونك الكوس في محور الافاصيل، دابا واحد على جوج في محور الاراتب، واحد على جوج هي 0.5، دونك عندنا هنا صفر، هنا واحد، حيت قلنا الدائره الشعاع ديالها واحد، دونك واحد على جوج غيجي هنايا. اشنو هما النقط اللي في الدائره غندير لهم الاسقاط على محور الاراتب وغيجيوني في هاد واحد على جوج؟ هادو غيكون الارتب ديالهم واحد على جوج. دونك عندي هاد النقطه هادي وهادي، هادي شنو هي؟ السينوس ديالها اش اللي كيعطيني واحد على جوج؟ دونك السينوس ديال واحد على جوج هي بي على 6. دونك بي على 6 يعني ان اكس، السينوس اكس يساوي واحد على جوج هو السينوس بي على 6، ولا حتى هادي كتعطيني واحد على جوج. شنو هي هادي؟ دونك بي ناقص بي على 6، دونك بي ناقص بي على 6. الى رجعتو دائما، اذا قلت لكم خصكم ترجعوا ضروري ترجعوا للفيديو السابق باش تشوفوا الدائره، تفهموا بعد الدائره دوك العلاقه بين النسب من السينوس والكوسينوس. عاد كنجيو لهنايا، دونك كاين السينوس بي على 6 والسينوس بي ناقص بي على 6، يعني الحلول شنو هما؟ هو اكس يساوي بي على 6، نفس الشيء هنا بي على 6، ملي كنجيب جوج دورات كنزيد جوج، ولا كنقص جوج، ولا كنزيد 4 ولا 6، كنرجع لنفس النقطة، يعني كنديرو بي على 6 زائد 2 كا بي، هنا كينتمي إلى الزد، أو كاين إكس، و إكس يساوي بي ناقص بي على 6 زائد جوج كا بي، يعني بي ألفا
و بي ناقص الفا. دونك هادو هما الحلول. اس كنديرو اس يساوي بي على 6 زائد 2 كابي، بحيث كينتمي الى الزد اتحاد نا بي ناقص بي على 6 زائد 2 كابي، بحيث دائما كينتمي الى زد. دونك بصفه عامه كوس سينيس اكس يساوي ا، بحيث اقلنا كاين في ذاك المجال، يعني كاين واحد العدد الفا، بحيث سينيس اكس هذاك الفا الى درنا ليه سينيس كيعطينا ا. الحلول شنو غادي يكونوا؟ يعني اكس يساوي اس يساوي الفا زائد 2 كابي، بحيث كينتمي الى الزد اتحاد بي ناقص الفا زائد 2 كابي، بحيث دائما كينتمي الى الزد. دونك هادو هما الحلول ديال سينيس. ردوا البال معايا مزيان في الطونجونت. الطونجونت هي ليست محصوره بين ناقص واحد، ماشي بحال السينيس والكوسينيس، هي معرفه في اغ ولكن باستثناء. غنشوفوا باستثناء مانا هنا ملي كنبغي مثلا هنايا الا خديت واحد النقطه هنا ام، قلنا الكوسينيس ديالها كنديروا الاسقاط على محور الافاصيل، السينيس ديالها كنديروا الاسقاط على محور الاراتيب، ولكن الطونجون ديالها شنو كنديروا؟ الطونجون ديالها كنرسموا واحد المستقيم يوازي محور الاراتيب ويكون دايز من هذه النقطه هذه. دونك هذا المستقيم هذا غادي نمدد او ام، وغادي نمدد نصف المستقيم ام، وهاد النقطة هادي فاش كتلاقى مع داك المستقيم الأورتوب ديالها هو الطونجون ديال هاد الزاوية ألفا. دونك الأورتوب ديال هادي هو الطونجون ديال ألفا. دونك إلا لاحظتو معايا، باش نمكن نكبر الزاوية، إلا حطيت مثلا هنا ام غنمدد غتجي الطونجون هنا، يعني الطونجون فات واحد. الى عاوتاني زدت هنايا كيبقى غادي كتلاقى معايا باش ما غادي والطونجونت كتكبر. ولكن في واحد الحاله ملي نوصلوا مثلا ام، دونك ام كانت هنا غادا باش ما كتطلع ام، باش ما كتكبر الزاويه، باش ما الطونجونت الاسقاط على محور الاراتيب كيبقى طالع، لان دائما باش نلقى الطونجونت خصني نمدد هاد المستقيم، هاد النصف مستقيم من او لام، فين كاينه ام هنايا، ونشوف فين غيتلاقى ليا مع داك مستقيم. دونك باش ما كتكبر الزاويه، باش ما كتكبر الطونجونت، يعني الا جربتوها في الكالكولاتريس غادي تلقاو ان الطونجونت غادي كيطلع حتى لفين. نفترضوا مثلا حطينا ام هنا على محور الاراتيب، اش غيوقع الا تحطات ام هنا وجبدت او ام؟ او ام هو محور الاراتيب نيت ديك الساعه، ومحور الاراتيب كيوازي هذا المستقيم، واش غادي يتلاقاو؟ ما غيتلاقاوش طبعا، يعني الطونجون ديال بي على جوج ما كايناش. دونك داكشي علاش درنا في الجدول بان الطونجون